واقع مباراة جيدة. أنا تنشكر اللاعبين على الأداء اللي قدموا اليوم. يعني أنا ممكن نشوفها بحال هاد المباراة كنفرح، لأن أنا من المدربين اللي كيبغي الأداء والنتيجة. يمكن أنا بقيت شتيني ممل، في بعض الأحيان ما كنبقاش شتيني لأن ما كنكونش راضي على الأداء واخا تكون النتيجة. اليوم اللاعبين قدموا مستوى جيد، كنشكرهم أمام الجماهير ديالهم. يعني لعبنا لعب ديال الفريق في قسم الوطني الأول، يعني لعب تبارك الله منظم، يعني داكشي اللي تنبغيه واللي كندربوا عليه. والحمد لله رغم الضغوطات لعبنا مع فريق ما عندوش ضغط اللي يضمن البقاء ديالو، واحد النسبه ديال 90%، امام فريق اللي مضغوط. ولكن الحمد لله اللاعبين اليوم كنشكرهم بزاف، اللي حقيقه ما كانش لي دي شي، كانت تري بون فوتبول اللي قدموا لهم الفريق. نعم كنشكرهم، لان دابا خبرك دابا هذه هي سادس مباراه اللي كان يكون فيها جمهور، عرفتي المباريات الاخرين كلهم ما فيهمش جمهور. كنتمنى هذا الجمهور يزيد يشجعنا، وبعد الاحداث اللي من القاصرين اللي كيكونوا سبب منع هذا الجماهير، من حرمان جماهير كبيره من الدخول. نتمنى تلقاو حل، ماشي المغرب كامل خصو يلقى حل. علاش؟ ما يمكنش لاعب انا نبقى حاضي ولا نقص، كي غندير ليه نقص غادي نحرم الفريق كامل. صعيب صعيب بزاف، كنتمنى يكون شي حل من غير هذا التوقيف. يكون غرامات ماديه ويكون غرامات على السيكوريتي، لان السيكوريتي هو اللي خلاه داز. علاش نبقى مقابل السيكوريتي؟ راه ما يمكنش. كنتمنى ان شاء الله ما نبقاوش نتحرموا من الجماهير ديالنا، وان شاء الله ونرجعوا ان شاء الله لهذا الفريق للمكانه الطبيعيه ديالو، وينجح هذا المشروع بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لان كما قلتي الفريق بهذه الامكانيات بهذا الملعب بهذه الجماهير ما يستحقش يكون هنا. ما حد ما كاين حتى شي حاجه رسميه، حيت كره القدم ما يمكنش فيهاش المنطق، فهمتي؟ بعد حتى شي حاجه باقا رسميه، ان شاء الله احنا غادي نجيني ماتش باغ ماتش باذن الله. الله يحفظك الله يبقى.